أحكام عظيم من بعد فقد وأسى صاجي علينا تنعقد يوم الحشر محكمة عظيمة الجالي فيها اللي هجر روع اليتيمة الله حاكم بالعدل والنبي خصيمة من بعد فقد وأسى صاجعة أليمة تنعقد يوم الحشر محكمة عظيمة الجان فيها اللي هجر روعي اليتيمة الله حاكم بالعدل والنبي خصيمة كل عدو جاء يكشف أسرار أيدي والأرجل شموت يعترف لسانه والجمادات تملك أسوار الله ينطقها وتبين قصة الخيار كل عدو جاء يكشف أسرار الأيدي والأرجل شهود يعترف لسان والجماد الجان فيها اللي هجم روعي يتيمة الله حاكم بالعدل والنبي خصيمة كل عدو جاء يكشف أسرار أيدي والأرجل شهود ويعترف لسانة والجمادات تملك أسوار الله وتبيني قصة الخيانة
الله ينطقها وتبين قصة الخيار. جاني وسط المحكمة والقاضية فاطمة أيذاني بيهجم عليها والأضالع تنهش حتى لو ما يعترف الخفايا تنكشف لو شاهد سمع وبصر هذا الأمر ما ينكتب. جاني وسط المحكمة والقاضية فاطمة أيذاني بيهجم عليك والأضالع تنهشم حتى لو ما يعترف الخفايا تنكشف لو شاهد سمع وبصر هذا الأمر ما ينكتب. قامت الحجة عليك والنبي رواه والصفاطم بضع من حين قرر وأذاه. قامت الحجة عليه والنبي رواه والصفاطم بضع من حين قرر وأذاه. عاند هالوصية وما بغى رضاها واللي عاند هالوصية وما بغى رضاها يدخل الجنة يدخل الجنة. قامت الحجة عليك والنبي رواه والصفاطم بضع منه وقرر وأذاه واللي عاند هالوصل وما بغى رضاه يدخل الجنة يدخل الجنة. من بعد فقد وأسى فاجعة أليمة تنعقد يوم الحشر محكمة عظيمة. جاني فيها اللي حجر روع اليتيمة الله حاكم بالعدل والنبي خصيم كل عدو جار يكشف أسرار أيدي والأرجل شهود بالعطوف لسانك والجمادات تملك أسوار الله ينطقها وتبين قصة الخيار. الله ينطقها وتبين قصة الخيار. جالي وسط المحكمة والقاضية
علي بيهجم عليه والآبال اعتنش حتى لو ما يعثروا الخطايا تنكشف لو شاهد سمع وبصر فالآمر ما ينكشف جاني وسط المحكمة والقاضي يا فاطمة أيداني بيهجم عليه والآضال اعتنشف حتى لو ما يعترف الخفايا تنكشف لو شاهد سمع وبصر هذا الأمر ما ينكشف والصفاطين بضعم الدين قامت الحجة عليهم النبي والصفاطين بضعم الدين ضم الحسن
لازم تروي أكثر ما شك
بعد النبوة باقي على الهدايا.